عممت اداره ترامب مفهوم الامن القومي وسائل استعمال القوه لقمع الشركات الصينيه بدون سبب وتعارض الصين ذلك، تنافت الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحده مع الاتجاه التاريخي وخالفت مبادئ المنافسه وقواعد الاقتصاد والتجاره الدوليه وعاقت التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وصدمت ثقه الاستثمار للشركات الاجنبيه في الولايات المتحده ستضر في النهايه بمصالح الشركات والمستثمرين الامريكيين. اوضحت شاو ان الحكومه الامريكيه هي القوه الدافعه الرئيسيه لسياسة التكامل العسكري المدني الكثير من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة هي كيان عسكري مدني أظهرت إجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب مرة أخرى ما هي الأحادية وما هي المعايير المزدوجة وما هو التنمر